قالوا الله ورسوله أمن، وجه الدلالة لله ورسول المن والفضل. قالوا ألم تكونوا عالة فأغن، وأخذ قالوا الله ورسوله أمن لله ورسوله المن والفضل. الحديث وجه الدلالة هنا إذا كان من باب التذكير والعظة فلا يدخل في باب إيش؟ المن المنهي عنه. وفعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما اشتد عليه الخوارج عليه من الله ما يستحقون، فخرج عليهم من بيته وقال ألست أنا الذي جهز جيش العسرة؟ ألست أنا الذي اشترى بئر روما؟ وإلى آخره. فهذا لا يدخل في باب المنهي عنه، حتى نفرق بين المنهي عنه وبين ذكر المناقب لحاجة الدليل والظرف الآن إليه. هذا لا يدخل في هذا، يدخل في هذا الباب باتفاق جماهير العلماء.